مساء الخير عليكم جميعا، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. يوم التأسيس زي ما الكل عارف 22 فبراير، وبيكون اغلب المنتجات اغلب الاسواق كلها بتكون باللون الاخضر. واحدة من متابعاتي كتبت لي ايش رايك تسوين تحدي يوم كامل باللون الاخضر، فمرة حبيت الفكرة وقلت يلا اطبقها معاكم واصور يوم كامل باللون الاخضر. مبدئيا لبست عباية يكون فيها لون اخضر، بس ما ادري كأنه ضارب لكم على ازرق في الكاميرا، بس لا هو اخضر تركواز غامق. ولبس ساعتي، اتوقع اول مرة البسها معكم لونها اخضر. الحين نطلع اول شيء بناخذ قهوة، ما ادري القهوة اليوم ما ظني في قهوة لانه ما في قهوة لونها اخضر. المهم باخذ مشروب، ونفس الشيء راح اشوف لي لبس من اي مول. بكرة عندنا باذن الله جمعة في استراحة، فابي لبس لون اخضر شكله حلو، وبناكل اكل اخضر ويوم كامل بالاخضر. بس قبل ما نبدا حطوا لايك واشتركوا للي ما اشترك وسووا شير للفيديو هذا، ويلا توكلنا على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. في مشروب لونه اخضر غير الماتشا؟ اخضر؟ خلاص عطني واحد ماتشا. ايوه. وخل حر ولا بارد؟ لا لا بارد. حجم صغير ولا كبير؟ صغير. شكل ما اخذ كراميل مكياتو في حال طلع مش حلو. واحد كراميل مكياتو كبير. اخذت كراميل مكياتو في حال طلع انه ما ينشرب، لاني اذكر مره اخذته بماتشا، مو اول مره اخذته قبل كذا، بس طلع شوي طعمه كانه حنه. بشوف اذا تقبلته اليوم ولا. حاولت اطلب شيء يكون اخضر غير ماتشا، مثلا ليمون نعناع او شيء، بس ما في للاسف. ما فهمني يعني، يمكن فيه بس ما فهمني. شكرا. هذا ماتشا بشوفه، اذا لذيذ بكمله، خلي الكريم مكياتو بعدين عادي سخنة البيت، واذا مره سيء بخليه. هذا الكريم مكياتو، ويلا الحين بصفط على جنب واشوف كيف طعمه، اذا اوكي خلاص بشربه. هذا خليه لليل، ما راح يضيع في البيت كذا، اذا رجعت وانا اسوي مونتاج اشربه اسخنه واشربه. نجرب مع بعض. اقول لكم طفي اوطي المكيف شويه. اقول لكم جربته قبل كذا بس كان كانه حنا، وانا افتح الغطا احس انه وسخ نقاطي، بس اوكي. طعمه ذيك المرة اللي أخذته كان طعم الماتشا أكثر، اليوم طعم حليب، طعمه حليب 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 أكثر صراحة. مش ذاك يعني مو ذاك الطعم اللذيذ اللي يحمسني أشربه، بس تضطر أشربه لأنه تحدي. بعد في ميزة حلوة إنه بارد، والحين شوية برا الجو مش مسحار، فأوكي بشربه. هذا أول مشروب أخذته باللون الأخضر، ما راح أطلب مرة ثانية وما راح أخذه نهائي، بس بضطر اشربه كرمكات الخفيف الليل. ويلا نكمل يومنا. الحين ودي ان شاء الله اطلع اروح مول اشوف لي لبس كذا اخضر، بس يكون اخضر كذا انيق ومو مره اخضر وقوي، عرفتوا. يلا توكلنا على الله، نروح المول نكمل يومنا، وبكمل بشرب معكم عشان ما تحسبوني بشرب الكريم المكياتو، لا بخليه. يلا توني وصلت زارة المول، في زهرة فدوا لي من عنده شيء. طبعا الماتشا من جد من جد تورطت فيها، طعمها ما ادري شلون يشربونها، مو لذيذة، كأنكم خالطين حليب وملوخية مع بعض. بس قاعدة احاول امشي على التحدي واخلصها. يلا نشوف لنا شيء لطيف كذا هادي. مبدئيا قاعدة اشوف اشياء كثيرة خضراء، شوفوا الاخضر درجات كثيرة، ما ابي اخذ الاخضر يكون مره فاتح، ابي يكون غامق شويه يصير لونه رسمي اكثر. الفاتح مره احس انه ما ادري بيكون صيفي اكثر، وانا ما بلبسه في النهار، يعني كذا من 5 لين 10 10 كذا 11. شو هذا عجبني، مع انه شوي فاتح في شي حلو. عجبني انه اقدر البسه فستان، ولو برد الجو ولبست عليه سويتر بيطلع شكله حلو، تخيل مع سويتر بيطلع مرة حلو. بس بشوف اكثر،
هذا في شيء حلو. شوفوا سايرة القصة بس من وراء، شوفوا من قدام ما في قصة، شوفوا شكله من بعيد، بس في شيء حلو بس مش متأكدة مع اللبس كيف بيطلع. الطقم هذا بس ما أبي شيء رسمي مرة. هذا في شيء حلو، كسر أخضر، أحس في شيء حلو بس ليش كذا قماش أحس مرة ماسك. أبي يكون لبس مريح يعني، ما أبي يكون مرة ضيق. شوفوا هذا مرة عجبني، مرة عجبني. هذا هو، أحس إنه هذا هو مرة حلو، نفس الصوف. شوف شكله مرة حلو، بما إنه بعد حنا الشتاء، وحتى لو لبست عليه سويتر ابيض بعدين بيطلع حلو مره. زي كانت النوره كنا قطعتين، خل اوريكم اياها من بعيد تشوفون اوضح. شو شكله مره حلو، هذا اللي راح اخذه. بس نشوف المقاس، سعره 199. هذا ميديم، احس الميديم حلو، مع انه مديم بس شو باقي مره صغير. اخذ مديم يلا نحاسب كذا اخلص. يعني الان الالكتروني ما ياخذ وقت فيه ساعات، بس يخلي الاتشار على شكرا. بس كذا خذيت فستان، اكمل يومي. الحين ودي اطلع اروح السوبر ماركت اخذ، والله ما ادري، اروح السوبر ماركت الحين واخذ شيبس وشوكليت يكون لونه اخضر، ولا اروح اتغدى وشي يكون لونه اخضر بعد، ما ادري. احس شويه جيعانه، كني جعت. خلاص خلني ابدا بالغدا الحين بعدين السوبر ماركت. يا بنات اني اخذ اللبس واروح غرف القياس عشان ما عاد ارجع، عرفتوا؟ اقيس لو اوكي خلاص، لو كبير صغير ابدله من الحين، ما فيني اروح وارجع. اكره اني اسوي كذا ترجيع هالسواليف، خلوني اقيس من الحين. توني قست الفستان يا بنات، والله فعليا ولا غلطه، مره حلو. فلا يفوتكم فستان مره حلو، ولو تلقوا منه ما ادري، ما تاكدت فيه منه ابيض او اسود او شيء، مش متاكده. لقيت بس طبق باستا اسمه بيستو، كلونه اخضر، بيوريكم اياه. شوفوا هذا اللي راح اخذه، لونه اخضر. المشروبات ما لقيت المشروبات غازية، راح اخذ موية بس. جالسة انتظر الوجبة تجي، ما ادري كيف بتكون طعمها. يلا اشوفكم بعدين. وصل الاكل زي ما انتم شايفين اخضر، للأسف إنه مو كله أخضر. شوف الدجاج شلونه، بس أوكي يعني. دور السوبر ماركت اخذ لي اشياء في الليل، اذا جيت اطالع مثلا مسلسلي او جيت كذا اخلص كم شغله لابتوب، راح اركز على الاشياء اللي لونها اخضر، سواء شيبس او تحليه او اي شيء بيكون اخضر ان شاء الله. يلا شو هنا فيه، بما اني احب دريتوس في هذا حار نار، اول مره صراحه اشوفه. وفي اخضر واسود، ادري ينفع اخضر، باخذ شيء ثاني اخضر ساده، بس باخذ هذا بعد، احسه بيطلع حلو ابي اجربه. وممكن اخذ ليز، لان ليز هو اذكر انه لونه اخضر مره. في هذا الكبير، لا البطل ما ابي البطل، ابي ليز.
ايوه هنا ما بجيب كبير لاني اي شيء بجيبه بخلصه، خد كبير بخلصه، وسط بخلصه. ترى الشيبسات ما احس لما اطالع مثلا موفي ولا مسلسل، ما احس بنفسي باخذ هذا. احس الاخضر لون حلو، كل شيء حلو قاعد يطلع لي اخضر. راح ادور لي شوكولاته يكون لونها اخضر، وبعد بسكوت او كوكيز يعني يكون لونه اخضر. ترى هذا في منه اخضر بس ما قاعد القى هذا. هذا في منه اخضر بس ما ادري وينه. شوفوا ما في الا الاصفر الحين، في اخضر واحمر اتوقع، في اخضر واحمر بس ما قاعد اشوف. ترى هنا هذا الاخضر بس ما ادري مش كذا ابي. ترى انا عند الشوكولاته والشيبسات اصير نفس الاطفال بعض الاحيان، تخيلوا والله العظيم ما ابالغ، اجلس انقي انقي لين ما اخذ شيء وامشي. احس انه من كثر ما انا متحمسه ما القى شيء يكفي حماسي، عرفتوا؟ هذا ترى احبه، ممكن اخذ منه بعد. هذا احبه. شوفوا هنا في كيت كات اخضر واحمر، يمشي ولا ما يمشي؟ شكله ما يمشي. تعال شوف هناك، ترى ما اتفقنا انه يكون الكفر من برا اخضر ولا الاكل داخل يكون اخضر، ما اتفقنا. بس انا احس انه اذا شوكولاته لا لازم يكون كيس من برا اخضر، اذا مثلا اكل مثلا برجر مثلا ساندويتش لا لازم يكون الوجبه نفسها من داخل خضراء. هنا قسم البساكيت بس انا ما اخذت كاكاو باقي. بس طلع اللون الاخضر لون حلو، يطلع منه اشياء لذيذه. شوفوا هذا بس مستحيل اخذه، ما بي بس انه اخضر يعني، بس بشوف لي اخضر احلى. شوفوا هذا، هذا احس انه حلو بندق، احسه حلو. بس خل اشوف بعد. سويت اند سولت، ما ابي سويت وسولت، ابي بس مالح. بعض الاحيان في السهره اذا عندي كل انواع الحلويات كذا فجاه يجيني اني ابي شيء حال مالح حامض، واذا عندي مالح اطول بالي يجي عليه حامض. خلوني اجيب بالحامض والمالح، بس ابي شيء. شوف هذا بس انه زعتر، هذا شكله مالح بس زعتر، بس باخذ واحد. خل نرجع قسم الشوكولاتة لأني ما أخذت الشوكولاتة أبدا، في جهة ثانية هنا. شوفوا لقيت واحد هنا أخضر، شوفوا حسه حلو. تقول سوداني تكفى؟ لا ما أدري هو سوداني. الشوكولاتة أفضل يكون معها بندق مثلا، إلا هو سوداني مو مرة معها. أيوة شوف واحد هنا هذا أخضر، أوكي لا ماشي. هذا حلو بالبندق اكيد حلو. في بعد اشياء ثانية هنا بس انه لزقته احسه ذهبي، وهذه لا اخضر اوكي هذه مناسبة لي. باقي اجيب شيء شرب بارد، يلا حتى ممكن اخذ اندومي لونها اخضر لو طقت على بالي في السهرة شيء اخضر. اخضر شيء اندومي كذا اكل. شوفوا جيت القسم هنا كله أخضر، كله قاعد يحمسني إني أشتري عادي، ما راح أكون فيه يعني إني أخذ بالغصب، لا في خيارات كثيرة. يمكن أخذ هذا سبرايت، ترى أخف شيء في المشروبات، ولا أخذ بربيكان ما أدري، ولا هذا أحس شكله كذا الحين على مودي إني أشرب، أحسه مرة حلوة يعني شكله كذا قزاز تحمس. يلا نروح ناخذ حبة أندومي كذا يصير خلصنا أغراض السوبر ماركت. شايفين السلة كلها خضراء، يعني على قد ما أقدر مشيت على تحدي إني ما أخذت شيء ما له داعي أو شيء لونه غير. يلا قسم الأندومي.
على طول على هذه بالخضار. كذا خلصت، يلا نحاسب وكمل يومنا. شوف وين راح اروح. تصدقون كان فيني اني احتل صالون واسوي اظافري واحط لون اخضر، بس ما ادري حسيت انه ما ادري يكفيني الوقت او ما يكفي، ما ادري. يلا خلنا نحاسب. كده اخذت اغراضي من السوبر ماركت، حاسبت عليها وانا امشي. خلاص بطلع من الغوابه، لقيت كريسبي كريم جايبين اشكال خضراء. شوفوا شكلها مره حلو، راح اخذ شيء منها. اخذ ساده ولا شوفي شكلاتها، بس باخذ هذه مثلا الوحده، هذه اخضر، هذه اي واحد لا شكرا، باخذ اللي اخضر ساده. هذه فيها ابيض وهذه فيها شوكولاته، هذا اسمها لو حابين تبيعونها. بس كذا يلا نطلع من المول. هذه ما احس انه بيكون طعمها كثير متغير، بيكون طاغي عليها يمكن السكر، ما ادري، بعدين اجربها واقولكم. اللي عليها خط ابيض، جيت احاسب فكاتها 6.5، طلع لا، اللي عليها بس صوص ابيض اللي بنفس الخطوط كذا بيضه هي اللي 6.5، اما هذه الاخضر ساده ب 5.5. بس يا بنات كذا يكون وصلنا نهاية التحدي، يا رب يكون عجبكم. حاولت امشي على نفس التحدي، شفتوا قهوتي ما اخذت، شوفوا الكلام كياتو خلوه على جنب، هذا لليم عليكم انه شربت ماتشا معكم، يعني والله ما عجبتني، ولي تجربة من شربتها عشان تحدي. اوكي اكلت معكم مكرونة، في البداية كنت خايفة انها بستاشيو، وانا مو مرة احب نكهة البستاشيو لا في الاكل ولا في الحلويات، ما احبها مرة. المهم انها طلعت لا لذيذة، ونكهتها زعتر واوريجانو كذا، طعمها مرة حلو. سوبر ماركت اخذت كل الاشياء اللي احبها باللون الاخضر، صراحة اللون الاخضر مرة حلو وخياراته جدا حلوة. ورحت بعت وسوقت معاكم من زارة واخذت فستاني الاخضر، مرة سعيدة فيه، مرة حلو. ان شاء الله راح اسوي عليه بكرة في الاستراحة لوك مرة حلو رايق، ناوية ادخل عليه ابيضات اكثر، عرفتوا، يكون كذا هادي. انا عن نفسي انبسطت بالتحدي، وان شاء الله مو اخر تحدي، اسوي كل بعد فترة لكم لون معين. اخترت اللون الاخضر لانه في واحدة المتابعات ما شاء الله عليها كتبت لي قالت لي سوينا تحدي باليوم يوم كامل بلون واحد بس محدد اللي هو الاخضر، ونزلي في اليوم الوطني. مرة حبيت التحدي واقولها شكرا لك، وانتم ان شاء الله يا ربي تنبسطون فيه. قبل ما انهي وقبل كل شيء، انزلوا تحت بنات اللي ما اشتركوا، وش تنتظرون؟ اشتركوا الحين، فعلوا جرس التنبيهات، حطوا لايك، سووا شير للفيديو لاهلكم صديقاتكم. وحبيت اقول لكم يا رب يعيد علينا ذكرى التأسيس كل سنة وبأمن وأمان ورخاء على بلادنا يا رب العالمين، ويخلي لكم اهلكم واحبابكم تحتفلوا مع بعض بذكرى التأسيس. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.